في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026 وفي إطار الاستعدادات للدخول المدرسي 2023-2024 استقبلت مدرسة النابغة الابتدائية التابعة للمديرية الإقليمية عين السبع الحي محمدي لجهة الدار البيضاء سطات تلاميذها وتلميذاتها الأعزاء في أجواء احتفالية تربوية. هذا الدخول المدرسي عرف زيارة تفقدية من طرف السيد المدير الإقليمي عبد العالي خلاد مرفوقا برؤساء المصالح المديرية، وقد تفقد السيد المدير الإقليمي الإصلاحات التي شهدتها المؤسسة في إطار شراكة مع القطاع الخاص، حيث عرفت المؤسسة مجموعة من الإصلاحات من بينها تعلية صور المؤسسة، إعادة تأهيل مرافق صحية للذكور والإناث وكذا المرافق الصحية للسادة الأساتذة، إضافة إلى إعادة تأهيل شامل لإدارة المؤسسة. فمرحبا بجميع تلميذات وتلاميذ المؤسسة في هذا الموسم الدراسي، متمنين لهم المزيد من النجاح والعطاء بإذن الله، فهم بسمة اليوم وعدة الحاضر وأمل المستقبل.